مشاهدينا الكرام في كل مكان، هلاو عليكم أينما كنتم. المشاهدين الكرام، ها نحن نلتقي مجددا بحلقة جديدة من برنامجكم مملكة شبح النار. في هذه الحلقة التي بتكون مليئة بالتحدي والمغامرة والتشويق والإثارة في ظل هذه الأجواء الصعيبة جدا جدا جدا، رياح وأمواج هائجة، مع ضيوف جدد وألعاب جديدة وتحديات جديدة لكسر تعويذة هذه الجزيرة الملعونة. خلونا اليوم نستضيف ضيوفنا الجدد من خارج جزيرة مملكة شبح النار، لذلك كونوا معنا لنتعرف من هم اليوم ضيوف حلقة مملكة شبح النار. اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل. لكل المشاهدين وكل الجماهير اللي خافت وانخطفت وتهددت بالقتل، اليوم نحن بننتقم لكم بجزيرة مملكة شبح النار. ومعي انا سمية سمير وزعيم قبيلة شبح النار. اليوم خطفنا المجرم الكبير آسياس. مش كل مرة انت اللي قاتل، مش كل مرة انت اللي مجرم، اليوم نحن المجرمين. معنا ومعكم النجم محمد الإرياني، نور يا مخطوف. كمان اللي طول عمره بيضل مخطوف والناس بتجري بعده، برضه معنا ومعكم النجم صاحب الروح الجميلة والفكاهة الجميلة، المخطوف الثاني قاسم رشاد. يا حية، احساسك جميل وانت مخطوف. اذا مشاهدينا الكرام، ها هم المخطوفين اليوم اللي معانا في جزيرة ومملكة شبح النار. طبعا اليوم انتم معانا ضيوف، سامحونا احنا على التربيطة، ولكن هذه قوانين مملكة شبح النار. انتم اليوم بتكونوا معانا في الجزيرة وبتكسروا تعويذات هذه الجزيرة الملعونة اللي ألقى عليها تعويذات ولعنة أحد المشعوذين وهرب، وانتم طبعا بيدكم الحل تحرير القبيلة المسكينة، وعشان تتحرروا من هذه الجزيرة وتروحوا في أمان وسلام، مش بنقتلكم زي آسياس، بنكون أقوياء نحن وكريمين. بتخوضوا معانا تحديات ومغامرات عشان تفكوا التعويذات، وأسرع فايز أو متسابق بالأصح معنا في كل تحدي هو اللي بيكون معانا فايز وبيتوج من زعيم القبيلة. إذن أشي بصوت واحد، جاهزين؟ جاهزين. إذن خلونا نتعرف على زعيم القبيلة. هيلا وزعيم القبيلة، معنا ضيوف جدد اليوم في مملكة شبح النار، ضيوف جدد، مخطوفين جدد، تحدي جديد، منافسة أقوى. هم جاهزين انهم يكسروا تعويذات مملكة شبح النار، هم جاهزين انهم يحرروا قبيلة شبح النار. جاهزين؟ جاهزين. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، بعد ما عرفنا الضيوف على زعيم القبيلة واللي قالوا إنهم مستعدين وجاهزين لخوض التحديات وكسر التعويذات، خلونا نروح لكسر التعويذة الأولى ونشوف من الضيفين ممكن يكسر التعويذة بأسرع وقت. المشاهدين الكرام، الآن بدأنا التحدي الأول مع المخطوفين، وضيوفنا الآن بيخوضوا التحدي الأول اللي هو صندوق مليء بالماء ومغلق عليهم بالحديد، بيكونوا مربوطين الأيدي والأرجل أكيد، لازم يتناولوا المفتاح من فوق الخشبة عشان يفتحوا أيديهم وأرجلهم، وبعد كده يفتحوا الصندوق أو الحديد اللي فوق الصندوق المائي عشان يخرجوا التعويذة يسلموها لزعيم القبيلة. يا ترى يا هل ترى من الفائز بيكون معنا في هذه المرحلة؟ خلونا نتابع. شكلك حورية البحر، حق حورية بعد وبتفك الدرم حقك، شكلك بتروح بلا درم. ساعة القفل ما يفتحش، سيدا مش حق القفل، خليك داخل على ما تدور القفل، دور له مفتاح، جيب واحد ينسخ، نجيب لك طبعا ينسخ واحد على ما خاف حقه الربل، الربل حقه.
علي طلعت. اي كلام يا صاحبي؟ زي ما شفتم المرحلة الأولى اللي كانت مليانة بالترفيه والمتعة والفكاهة والضحك من قبل قاسم رشاد، والتحدي والمنافسة أيضا مع الضيفين، واللي كسر التعويذة بأسرع وقت طبعا محمد الإرياني. قاسم رشاد للأسف الشديد انسحب من المنافسة وتردد، طبعا ملا الجو كله ضحكة. نقول لك قاسم رشاد جود لك، وان شاء الله تفوز معنا بالمراحل الثانيه. نقول لمحمد الارياني هنيا لك ومبروك الفوز بكسر التعويذه الاولى. الان خلونا نروح على المرحله الثانيه وكسر التعويذه الثانيه. زي ما انتم شايفين الريح قويه والموج من ورانا هايل جدا. كيف يا ترى بيسووا المتسابقين بهذه المرحلة؟ وهل بيقدروا يواجهوا الأمواج ويخرجوا التعويذات؟ خلينا نروح ونشوف. طبعا بتشوفوا حاجات غريبة اليوم من قاسم، لأن أنا بشتغله فين؟ بجزيرة شبح النار. تمام يا قاسم؟ قاسم بقت مهارك اليوم. يلا جري 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 جري. والله لا تلاقي مفتاح سواك ملات. ولا بلاقي مفتاح يا ريالي. اسكالك وروح. ما هلوش ما هلوش هنا. استحضر كم العرارق يا ريالي. استسلم احسن لك. مش هنا، تعال هنا. ولا بلاقي حاجه تفصل. يا بلاء معلوم. يا جاري استسلم احسن لك. لا 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 لا. يلا يلا شلو. يلا اطلع من القارب اقفلونا. والله ولا بيسحب حاجة ولا بيقدر يسحب حاجة يا ريال. ارجع البحر حقي انا. هذا شغلي مش شغلك. انزل شكله قليل. يا ريال روح اشتري لك شوية تاكل كده ودرب لك قليل بعد تعال. افضل. انا سلس القارب.
بعد 5 حروق بس. جيبوا ماكينتين حق وحقك. انتقل الى رحمة الله الاخر فنان محمد الإرياني، وذلك في تمام الساعة 11. عظم الله اجرك إرياني، انتم السابقون ونحن اللاحقون. إرياني ننصحك نصيحة انك تشيل سامانك وتروح تساعد الوالدة لما سامها تفحص لي، لانه ما حد بيفك التعويذه هنا الا انا. انا شوف المي اجى عندي البحر، لانه انا اللي بفك التعويذه. في بك ما في بك قاسم رشاد بيجيبك. احترموني والان شوفونا والحقونا. في لك ملحفور. طبعا قاسم رشاد حقه دي الزحمه كذا، يعقبه الزحمه. والله ما غلقت يا قاسم، يا قاسم السروال طحس، السروال طحس من البداية، بدعنا بالسروال. وبيه قاسم ربي خلقه الهنجمة، عظمه قلد والله ما يسوي شيء ولا بيعمل حاجة، وبدعنا بيا قاسم. يا قاسم السروال فلت، بطلعوا له بحر قهوة كل شيء، ما فيش أقول لك. الشي 3 كيب بس عبدي والله ما قدر. انا ما اعرف شو فوق مفتاح بيدخل بيه لوسط البحر. مالك رصاص؟ شيل مخدية الان جلوكوز هبوط. اطرح من اصاح. شو المفتاح اللي بتفك ابو؟ اقول لك اخماع اخماع. المفتاح اللي بتفك ابو داخل. في مفتاح بتفك السلسلة اللي داخل. والله برا برا 10 كيلو اللي يسحب اتقل منه. بدعنا والله ما بيدخل لداخل. بعد على بعد يا قاسم، يا قاسم ارجع لك، ارحم نفسك. اقشع يا هبله ضروري لي الحركه. سيبوه. ابي ادخل لا داخل لا متكين. والله دخل. بلد بلد يا قاسم ارجع ارجع. مكنا عبا هنا وعبا اقتلب لي كمال اجسام. الله انه يا قاسم العشا فاصوليا هذا عشا يشيلو كراعين. صدرك بيفتك. شوف امشي خلاص، خذه بالعرض البطيء. البطاريه حقهم كمل. الان بتضرب السقعه، ايش سال عمرك تجي؟ الان بخرج ارتعش من البرد. شوف 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 مسكوا. خرقوه كامل. شوف شوف اخمع اخمع. فوق السلسلة
لا والله بيفكوش اقولهم. القرار غير يفوق. اف 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 الغراغر الغراغر الغراغر. الله الغراغر فتح السلسلة بس برضو عادي. هيا خلاص المشاهدين الكرام، المشاهدين الأعزاء. طبعاً قاسم دي المرة قرر إنه ينتقم ويقول أنا هنا، ويبذل قصار جهده رغم الأجواء اللي حاصلة بالخلف. ولكن قاسم رشاد هو الفائز معنا بكسر التعويذة الثانية بأسرع وقت. شكراً للإرياني لأنك صراحة عملت شغل جبار، ولكن ما فزتش معنا هذه المرة. جود لك محمد، ونشوف المرحلة الثالثة من اللي بيفوز. وأخيراً وصلنا لكسر التعويذة الثالثة، واللي من خلالها بيكون في تتويج للفائز معنا في هذه الحلقة. طبعاً قاسم فائز معنا، ومحمد أيضاً فائز معنا. يا ترى الفاصلة في كسر التعويذة الثالثة بأسرع وقت، من بيكون الفائز معنا في هذه الحلقة؟ هل قاسم ولا محمد الإرياني؟ خلونا نروح نشوف المرحلة الثالثة وأسرع وقت لمن بيكون في كسر التعويذة الثالثة. تابعونا.
عندكم ما فيش حامل ضحينا كنا الديار. استسلم يا عرياني، ما فيش فايدة، ما فيش فايدة. يلا بصوت العشب وغراسك. طبعاً يا ريالي زي ما غسلك عطف ثيابك وروح، لأنه اللعبة هذه الواقية التعويذة طبعاً بفوز بينا، لأنه أنت سببك كرشك حنبلك. خليك زي رشيق مش راضي. يا علي حيرو أوبي أوبي يا لا 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 ارجع 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 لا لا ارجع يا بطي ما تعاس. الله ما يقعس كذا، والله ما يقعس. بتعيد بيعيد لا غالي دي ملا مش لعبة كذا يا قاسم. ألعب زمن الناس، انت صاحب جوال بلا حنوق، محسوب رجال كبير انت. هلا اجلس يا قاسم، ملا لاعين فوطة فلتات سامان. شو هالصورك الغالي يا قاسم؟ هيا ورينا بالحبل. اسرول بلا اسرول بدأت برنامج وطعوص يا قاسم. اتحديك تمشي للنص، بس للنص بفلوس. نعم اول ما بيطلع بفلوس. يا خبرة خبرة حق حواش، شكلك خبرة حق قابس. او كمان والله اوف 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 يا رب فلوس. الله فلدة الله فلدة بالقناة ينفعهم دي البرامج سريع. اوف 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 الله فلدة أرى بفلوس. والله مشى يا قاسم يا قاسم. مشنك تقول قطع شجرة فقاعد بفلوس. وصل اتخلى حوشة. أبا قزم أبا أبا لا قزم لا حنا معنا معنا بالقرم. الله دخل. هذا حق واحد خبرة، هذه حق واحد خبرة خبرة.
والله القراقر يسوي. مشاهدينا الكرام، طبعا اللي فاز في المرحلة الثالثة سبحان الله وسبحان اللي مقدر الأشياء هو قاسم رشاد، فاز بأسرع وقت لكسر التعويذة الثالثة. محمد الرياني عملت معنا شغل جبار وكسرت التعويذات بكل حماس وكل جهد، لكن للأسف ما فزتاش. اللي فاز معنا طبعا قاسم رشاد، نقول لقاسم رشاد هنيئا، مبروك مبروك مبروك، والله عليك يا حبيب والديك. خلونا نروح الآن وتتويج زعيم القبيلة ونعمل لك تحية بمناسبة هذا الفوز من قبيلة شبح النار، ونقول لك شكرا لتحريرنا. والآن وصلنا لأهم مرحلة من برنامج مملكة شبح النار والتحديات اللي بيخوضوها ضيوفنا المخطوفين في برنامج شبح النار، هي مرحلة تتويج الفائز لكسر التعويذات بأسرع وقت. طبعا شفتم المنافسة بين الضيفين، بين محمد الأرياني وبين قاسم رشاد، ومن كان الفائز بأسرع وقت ويكسر التعويذات بأسرع وقت. يا ترى الفائز بيكون معانا محمد الأرياني ولا بيكون معنا قاسم رشاد؟ أكيد، يقول أكيد وواثق من نفسه. خلينا نقول يا قاسم رشاد، أنت كنت تغلط ببعض اللعب ولكن عديناها معلش انتقاما لدونك الناس، ولكن نقول للتاني حتى لو مش أنت الفائز برضو أنت عديت شوط كبير وكان التحدي قوي معك أيضا. بين الإثارة والتشويق والضحك والفكاهة كان معنا فائز واحد فقط واستمتعنا أكيد، لكن خلونا الآن نقول من هو الفائز معنا عشان يتوج من قبل زعيم شبح النار. الفائز هو النجم قاسم رشاد. بالنسبة لفقرة الحوض الممتلئ بالماء
طبعا هي بالذات المسابقه او اللعبه الوحيده اللي ما افتقعت فيها، واللي حاولت ان انا رغم صعوبه الامر حاولت ان انا افك الاقفال من يداتي ورجولي وانا اتنفس تحت الماء دون كلل ولا ملل. طبعا ده كله اللي قلته اوت، لانه انا بهذه بالذات المرحله رفعت الرايه البيضاء واستسلمت من البدايه. والله التحدي كان جميل جدا ومشوق، ويعني رغم خفت ان انا العب هذه الالعاب، ولكن قوه التحدي ده خلانا اتشجع، وطبعا فزت في مرحلتين على الاريانين او في لعبتين. والله اخص لعبه تقدر تقول لعبه الحوض الممتلئ بالماء، لان انا كل ما احاول ان انا انسجم معه وانزل، انا يعني بالذات عن نفسي الكثير لعبوا هذه اللعبه وكانوا فرحانين، وكثير يقولوا خصوا لي شوقونا للعبه، واجيت خصيصا عشان العب هذه اللعبه بالذات، ولكن نفسيا ما قدرت شيء. انا بالذات يعني بس حسيت كذا عندي فوبيا انا من الاماكن المغلقه او احد بيحبسنا او شيء، فما ليش دخل اللعبه في معاناتي. افضل لعبه طبعا عقبلنا لعبه السير على الحبل، فكانت اشي فعل اشيل العصا وامشي على طرف اصابعي، لانها كانت لعبه جميله جدا وتناسبنا كرشيق، والهبل اللي يعني الله يهديه يشوف كرشه له قدام ويش ينافسنا بدي اللعبه. والله الموقف المضحك لما دخلت اجيب التعويذه من البحر، طبعا اليوم كان الجو ريح قوي والموج ما شاء الله، فكانت كل ما احاول اقدم لعند التعويذه تلطمنا الموجه ما ادري ايش بنفسي اللي تحت، وشربت لك فوق 3 لتر ماء. الموقف اللي ضحكت فيه على خصمي طبعا على الاريالي برضه في حق البحر، كان يسحب معه القارب ذاك شبيه القارب، كان يسحبه ويشيله حوياته، طيب ليش كلفك الله؟ فكانت تلطمه الموجه ومصر نشل القارب. يا اخي سيبه له حاله، ما فيش كان مصير. لهذا هو فشل في هذه المرحله. وكنت انا اضحك عليه، لان يا غبي كنت اقول له سيب القارب مش راضي. اي كان انا بطولي وعرضي كانت الموجه تشلنا. انا راكب تعويذه، احب معي جاري ليش؟ طيب والله انا البرنامج جدا جميل، واتمنى انه يدعموا مثل هذه البرامج، لانه ملينا قد يعني من البرامج التوعويه او البرنامج اللي تتحدث عن اوضاع البلاد او الاوضاع السياسيه الاقتصاديه، نشي مثل هذه البرامج، نشي على الاقل نحظى برقي شويه من البرامج المعتاده، نشي اكشن، نشي منافسات، نشي نتقدم، مش مكان هنا نفس البرامج ديك تطلع لك من الاذاعه سميه سمير تهدر لك على مش عارف ايش. طوروا يا ناس، والله ان انا اشجع هذا البرنامج، واتمنى من جميع القائمين والمسؤولين يدعموا هذا البرنامج. والله انا بالبدايه كنت متردد صراحه، بجد يعني كنت خايف وقلت انه ما عشتش احد كثير يروح، بالذات اللي يكون سمين او يعاني من مرض او شيء، لكن من الان لما اجيت انا وقربت هذا البرنامج، فاتمنى انه كل الفنانين يقربوا بهذا البرنامج، لانه ما فيه شيء خطوره ولا يستدعي يعني انه عاد يخاف منه، يعني برنامج جدا مسلي وممكن ينهض بنا احنا فنيا وثقافيا لاعلى.